نجوى يا نجوى. هي ليلى. نجوى مالك يا حبيبتي؟ بطني. بطنك مالها؟ اه في ايه مالك؟ اه مالك يا ليلى؟ ما تخضيش عليكي، مش قادره. حاسه بايه يعني؟ اه ايه يا نهار اسود؟ استني استني يا حبيبتي. يا شاويش يا شاويش الحقنا يا شاويش الحقنا يا شاويش، البنت بتفرفر. طوطي يا وليه منك ليها، مخرب بيوتكو. يا شاويش يا شاويش الحقنا يا شاويش. ازيك يا شمس؟ ايه مش هتقولي لنا اتفضل ولا ايه؟ اتفضلوا. مالك مخطوفه كده ليه يا شمس؟ ما كنتش عاوزانا نيجي ولا مش عاوزانا نيجي؟ اه معلش يا بهيره يا اختي، ما انا مش فاكره اخر مره شفتكم فيها كانت امتى. اه في دي معاكي حق يا شمس يا اختي، من زمان قوي فعلا. وانتوا ايه بقى اللي جابكم؟ اللي جايين نعرف فيه ايه واللي قريناه في الجرانيل يا شمس. اه اللي قريتوه في الجرانين، ايه بقى اللي انتوا قريتوه في الجرانين؟ هو فيه ايه بس يا شمس؟ اللي انا جيت انا وبهيره اللي عشان نعرف فيه ايه، واللي ايه اخرة السهرية دي اللي سيرتني بقت على كل لسان في البلد يا شمس. اه ما هي لما بقت سيرتكم على كل لسان في البلد جيت تشوف قرايبك اللي حصل لهم والدنيا عملت فيهم ايه، لكن لو كنا بنتحرق وبنتولى حتى بجاز ما كنتوش هتسألوا فينا عادي يعني، صح يا بهيرة؟ لا مش صح يا اختي، الدنيا تلاهي ومحدش بيعرف الغلط الا لما المحظور يحصل، وانا بقول لك اهو كلتنا غلطانين. اه يا شمس اللي انا لا جاي ادقق ولا اللي جاي احقق، اللي انا جاي اعرف ايه اللي حصل واللي انا ازاي اقدر اساعد. ادي لو انت عايز تفهمني انك جاي تقف جنبي ومش جاي تاخد روح البيت. يا شمس يا اختي ما ياخد الروح الا اللي خليها، بس الكلام كتر قوي في السهريه دي واللي انا عايز اعرف الحقيقه منك انت. كان متجوزها والله العظيم كان متجوزها. اي نعم ما فيش اي حاجه تثبت ان هو كان متجوزها، بس اقسم لك بالله العظيم ثلاثه يا فارس كان متجوزها. واللي انا مصدقك يا اختي مصدقك. مش قلت لك كده برضو يا فارس؟ ليلى لا يمكن تعمل الحرام، جاي تغلط لكن الحرام لا. صحيح يا بهيرة. إلا صح يا أختي، وأنا هتوه عن ليلى. ليلى دي بنت من بناتني وبناتنا زي الفل الأبيض زي الجنيه الدهب، جايز يغلطوا لكن الحرام حض الله بينا وبين الحرام. آه غلطنا غلطنا إن إحنا الجوازة ما أشهرناهاش وما أعلناهاش، بس كنت أعمل إيه؟ كنت أعمل إيه؟ مش مشكلة، اللي يمكن يكون اللي حصل ده في طاقته خير يا أولاد يا عالي، يمكن ربنا عمل كده اللي عشان نعرف إن إحنا عيلة واحدة وإيد واحدة واللي نتجمع من تاني. اللي انا مسؤول عن اللي حصل ده يا شمس يمكن اكتر مني، مسؤول عنه اللي لو كنت بسأل عنكم وبودكم يمكن كان في حاجات كتيرة قوي اتغيرت. اللي انا مسؤول عن اللي حصل ده اللي ببعدي عنكم وبإهمالي لصلة الرحم اللي بيني. عندك حق عندك حق يا فارس عندك حق. اهدي يا اختي اهدي، صلي على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. تعالي يا اختي ريحي، كل حاجه هتبقى حلوه ان شاء الله. يا بنتي يا النبي، فارس كل اللي كان يهمه انه يطمن انها البت تمام التمام، ومن بكره باذنك يا رب اكبر محامين فيك يا مصر لا يقفوا يدافعوا عن البت ويجيبوا حقها تلت ومتلت كمان. اه يعدموا يا بهيره، يعدموا البت. يعدموا مين؟ اللي ده لو حصل لا تربى السجن على اللي فيه ولا ايه يا بهير؟ الحمد لله على السلامة. ايه اللي حصل؟ اهدي اهدي بس اهدي استريحي. تقلقيش ده نزيف بسيط وانت الحمد لله زي الفل. ابني حصل له ايه؟ ما تقلقيش الجنين بخير، استريحي اهدي بس استريحي. لو عوزتي اي حاجه قولي لهم بس انا عايزه شاكيره، اصل انا زمايلي هنا مسميني شاكيره كمان يعني بحب الرقص وكده. ماشي انا اديتك حقنه دلوقتي عشان تريحك وتنامي شويه. اه صح، وكنت هنسى، البنات كلهم كانوا عايزين هم اللي يبقوا معاكي، بس انا قلت لهم لا انا اللي هبقى معاها وانا المسؤوله عنها. ما تقلقيش ما تقلقيش على الجنين اللي في بطني، أنا حريصة عليه أكتر منك.
بس انت حبيتني بسرعه قوي يا يوسف. عارف انا حاسه كده ان انت كنت عامل حسابك فيه من ايام ان انت لازم تحب اي واحده تقابلها، واول ما تشوفها هتشوط على طول. ليه شوفك ما ينفعش ما احبكيش؟ لا ده كتير قوي. هي دي الحقيقه. بليز بقى قولي كلام معقول، بلاش تقولي اي كلام. والله الكلام ده معقول، بس انا غريبه قوي. انت راجل متجوز وانا عارفه حاجه زي دي كويس قوي، ومع ذلك كل مره بقرب لك اكتر. اتجوز ايه اللي ده؟ جواز مصلحه بامر ابويا يعني. الحقيقه بقى ان انا لا بحبها ولا هي بتحبني. احنا متجوزين بعض بس عشان العيال، انا بشوفها مره في السنه وما ببقاش عايز اشوفها اصلا. اما تسيب؟ ما ينفعش اسيبها، في مصالح كتير قوي بين ابوها وابويا. مصالح؟ طب وانا حياتي هتفضل مرهونه على المصالح دي لحد امتى؟ يعني يعني لحد امتى مش هينفع الناس تعرف ان احنا هنتجوز؟ هو انت شايفاني وحش قوي كده؟ لا يا يوسف انا مش شايفاك وحش. بصي يا ليلى، انت كل مره بنقعد فيها بتعملي الحركات دي وتقعدي تنكدي علينا على الفاضي. هما كلمتين يا بنتي. انا فهمتك موقفي كويس وقلت لك انا عامل ازاي وظروفي عامله ازاي. في خلال سنه هنكون متجوزين صدقيني. بس انا بقى ماما مش هتوافق على الكلام ده. وانا اخليها توافق؟ انت مش عايز تسمعي الكلام ليه؟ اسمعي الكلام بدل ما ارميكي في الميه. حقنه ايدي. ما تخافيش، دي حقنه الفيتامينات بس عشان من الواضح انك ما اكلتيش حاجه بقالك كتير، ضعيفه قوي. على فكره حالتك النفسيه دي ممكن تضر الجنين. انا عارفه ان انت شايله كتير ومتضايقه ومستحمله حاجات كتير قوي، بس مش كده. بصيني كده ليه؟ شايفاكي مهتمة بيا قوي انا وابني. هو اصل انا متجوزة بقالي 4 سنين ولسه ما خلفتش لحد دلوقتي. اسفة قوي. لا لا اسفة على ايه؟ انا بس عايزاك تعرفي ان انا اكتر واحدة حريصة على الجنين اللي في بطني ده. سبحان الله. ايه؟ ابوك انا عايز اموته، وانتي ما فيش بينك وبينه صلة عايزة تحافظي عليه. شوفي يا ليلى، النعمة دي ربنا بيديها للإنسان عشان يحافظ عليها، ولو حافظ عليها بيعيش حياته سعيد، ولو ما قدرش يحافظ عليها بيفضل تعيس طول عمره. وده كان اختبار من ربنا عليا. اه والله كان اختبار من ربنا ليا وليكي. ربنا وهب للطفل اللي في بطنك ده الحياة، مش من حق أي حد تاني ياخدها منه غير اللي خلقه. وصدقيني أنا متأكدة إن لو حد حاول يأذيه ربنا مش هيسيبه. أنا متأكدة. أنا والله ما كنت عايزة أموته ولا كنت عايزة منه أي حاجة. أنا كنت كل عايزة إن هو يسيبني في حالي بس يعترف بابني. حتى فلوس ما كنتش عايزة منه فلوس، والله ما كنت عايزة. هقولك على حاجة، أنا وجوزي قعدنا سنين نحلم بالخلفة. كان نفسنا في ولد أو بنت. أنا كان نفسي أخلف توأم أوي، بس أنا جيت في مرة وحملت بس ربنا ما قررش. كنا نقعد أنا وجوزي كده ونكلمه وكأننا شايفينه، فجأة راح. أنا حاسة بيك يا ليلى، حاسة باللي انت عملتيه. صدقيني أنا لو مكانك كنت هعمل أكتر من كده.